صح، هنا انا هنايا لست محلل رياضي، لكن كمشاهد جزائري نقول لك شوف المنتخبات خاصه في افريقيا هذه الدوره اصبح التنافس كبير. في بعض الاحيان كان نوادي كان منتخبات ما كانوش يعطوا لهم اهميه، اصبحت يعني تباطي ربحت منتخبات لداو كاس افريقيا. نقول لك بالنسبه لبوركينا فاسو دائما الحصان الاسود في الكاس افريقيا. الماتش الثاني نقول لك بين قوسين انا لا اتكهن، لكن ماتش صعيب. لماذا؟ لان الرطوبه كما كان شيخ المدربين دائما كان يقولها الشيخ سعدان، لان حيلعبوا على الساعه الثانيه الجزائرية معظم التركيبة تاعها كلها جاي من أوروبا. ربما أنا رسالة لبعض الناس اللي تحلل، أنا عاوزهم أهبطوا للميدان، كفانا انتقاد، خلوا بالماضي وكوتش، وعدنا ترسانة لاعبين أنا لا أتكهن، لكن يروحوا إلى أبعد نقطة. فقط علينا بالصمت ونخلوا المنتخب الجزائري بإذن الله مازال فرصة ثانية مع البوركينا فاسو، بإذن الله مازال مع موريتانيا، ولما لا يروحوا حتى يروحوا لأبعد نقطة. فقط اللي ما يفهمش بالو نسكتوا ونتفائلوا كلنا مع المنتخب الوطني، وبإذن الله يروح لأبعد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.